خليك خش 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 في بهزر بهزر انت جيت وطرنا يا ابني ده عامل ايه؟ جيت وطرنا عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله الو نسي اقول لك بص انت نورت بس الدنيا بتمطر ومعانا برج خليفه قدام شادي بالنسبه له برج خليفه سنتي هلو هلو اوريو خالد نايس تو ميت يو تو هو الانستراكتور بتاعك احسن انستراكتورز جو جميل مش عارف سنتي هنط بيه ازاي ده المكان ده من الاماكن الوحيده بتعمل سكاي دايفنج في العالم اللي بتخليك انت اللي تفتح الباراشوت طب هو ليه هو ما بيعملوش ما دي فرق يعني من الاكسبيرينس بقى من التجربه ان انت الشخصيه اللي بتفتح انت انت متحكم في حياتك وحياته هو يا حلو I'm trusting you Yep فين بقى البتاع اللي بيفتح الباراشوت لا لسه هيوريه لك هو بيشبكوا فوق بس انا عايز افهم هو ليه هو ما بيفتحوش عشان انت الاكسبيرينس اكسبيرينس هو ده الحاجه اليونيك اللي عندهم أوكي. الدنيا مغيببه شويه يا جماعه ومغيمه فوق ده معناه ان مفيش اكسجين زي ما انتوا عارفين يا جماعه الجو قلب قلبه سودا وسحاب ومطر وهواء ابتدى يعدل بس برضو خالد قلقان شويه متوتر انا عايز التوتر بتاعه ده نعمل احلى شغل بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون وكل نفس ذائقة الموت تحس إن هو جندي صعقة قافش ها تمام لا مية مية الله أدرينالين اشتغل ولا لسه شغال من بدري صبرنا كتير مش كده شادي دي حقيقة ما عندناش إلا الصبر يا خلود ما عندناش إلا الصبر إن شاء الله انا خايف بس على خالد لان هو ممكن يكون اتقل من الضيوف التانيين ما شاء الله طول بعرض في هنا قلق في سيفتي في الموضوع ايوه هما بيقولوا فتحه الباب دايما يعني هي اللي صعبه لكن مش حاجه صعبه ان شاء الله ان شاء الله لا هتنبسط جدا ان شاء الله تنزل وتعوز تنط تاني يلا يا جماعه الطياره اي كلمه اخيره افتكروني بالخير يا زخلودي يلا ليتس جو ليتس دو ات سرحان بيه سرحان حبيبي افتحوا له التلاجة بقى سنة كده دي بحري ولا ايه لقيت صباعه وشك ما بيسبلكش هو بيقول لك انت ولو ما شفت صباعه وهو الكاميرا مان اعمل لك كده تمام مش طالعه اخلع انت يا شادي يلا سلام يا صاحبي